أطفال فلسطينيين غيروا حياتها لمصور الأمريكي. حصل على الجنسية الفلسطينية وتزوج امرأة فلسطينية وعاش بفلسطين لليوم. كيف تحول من الصحافة للعمل الإنساني؟ وليش حاز على الجنسية الفلسطينية؟ وشو الحدث اللي غير مسار حياته؟ ستيف سوسبي مصور أمريكي ولد عام 1965 بولاية أوهايو، سافر على فلسطين قبل نحو 30 سنة خلال زيارته للضفة الغربية وقطاع غزة أيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى بإطار دراسته الجامعية للعلاقات الدولية. بزيارته الثانية رجع على فلسطين كصحافي والتقى بهدى المصري، تزوجها وأنجب منها جينا وديما، وعاش بشكل متقطع بين فلسطين وأمريكا. عام 1989 تعرض سوسبي لموقف إنساني بحت غير له مسار حياته لما كان يعمل صحافي بالقدس. شاف من وراء الكاميرا طفل عمره 10 سنوات فقد قدميه وذراعه وإحدى عينيه. هالمشهد كان قاسي على ستيف وخلى يترك الكاميرا على جنب وينزل ليعاين الطفل. هاللحظة بالتحديد غيرت حياة ستيف وحركت الحس الإنساني اللي عنده. I heard about a boy who was injured. He had been injured by a group of soldiers who had thrown an anti-tank grenade at his family in Hebron. And he had been badly maimed. He had lost his legs, he had lost his hand, he had lost an eye. He was just 11 or 12 years old. وقرر يكرس حياته لمساعدة أطفال فلسطين، وأدرك حينها أنه بيقدر يساعد الأطفال اللي فقدوا أطرافهم ويعمل فرق إيجابي بحياتهم، ورفض يشوف أطفال بريئين رهائن كراسي متحركة وفاقدين فرصهم وأملهم بالمستقبل. لهيك أسس ستيف عام 1991 جمعية إغاثة أطفال فلسطين اللي نجحت بتغيير حياة المئات من الأطفال الفلسطينيين من المرضى والمصابين، ووفرت لهم العلاج والرعاية الصحية وسهلت نقلهم للخارج للعلاج. وأبرز هالأطفال شقيقين من الخليل حصلوا على العلاج المجاني بالولايات المتحدة وكانوا أول أطفال بتم إرسالهم للخارج للحصول على رعاية طبية مجانية خلال الانتفاضة. As you know, PCR for 30 years has been on the ground in Palestine, building cancer hospitals, building pediatric ICUs, cardiology departments, bringing doctors in, sending kids out for treatment. وعام 2018 حصل سوسبي على الجنسية الفلسطينية تقديراً لجهوده مع أطفال فلسطين. ودائماً بيستهل الصحفي الأمريكي حديثه بإظهار للناس هويته الفلسطينية وجواز سفره الفلسطيني، وبيقول أنا من الولايات المتحدة وأقيم حالياً بالضفة الغربية كمواطن فلسطيني وبعيش تحت القيود ذاتها اللي بيعانيها أي فلسطيني، ما اخترت فلسطين بل فلسطين اختارتني. وستيف اليوم بيحكي شوي من اللهجة الفلسطينية لتبادل العبارات المزاح والحديث مع الأطفال المرضى، وبيأكد أنه ما بيتعامل بالسياسة وعمله إنساني فقط وهيدا سبب نجاحه. وتوسع ستيف بعمله الإنساني وصارت الميزانية السنوية للمنظمة الإنسانية حوالي 10 مليون دولار، وبتعتمد على التبرعات الفردية وبتمتلك 3 مكاتب بقطاع غزة و6 مكاتب بالضفة الغربية. ولما توفت زوجته الفلسطينية بعد صراع طويل مع مرض السرطان، أسس أول قسم عام لسرطان الأطفال بمستشفى بيت جالا بالضفة الغربية على اسم زوجته. ونجح ستيف على مدى سنوات برعاية أكثر من 2000 طفل مريض وجريح، وبتسهيل وصول أكثر من 70 من الفرق الطبية والتطوعية اللي ضمت 5000 طبيب وخبير رعاية صحية من مختلف أنحاء العالم لفلسطين لإنجاز عمليات جراحية حرجة وتدخلات طبية طارئة أنقذت حياة الكتار وعالجت أكثر من 25 ألف حالة. وكانت قصة ستيف سوسبي قصة فرح.